من المكتشفات التي غيرت حياة العالم أيضاً هو ما يسمى بعلم الجبر. علم الجبر يعرف بأنه أحد أهم فروع علم الرياضيات، ويقوم على مبدأ المعادلات التي تتكون من مجموعة من المتغيرات والثوابت التي تمثل أرقاماً بقيم محددة. ولعلم الجبر أهمية كبيرة في العديد من نواحي الحياة، بدءاً من مثلاً دفع الفواتير وإدارة الميزانيات والتكاليف للرعاية الصحية والتخطيط للاستثمارات المستقبلية وغيرها بالعديد من الأمور. وخلال الحقبة الإسلامية الذهبية التي امتدت من تقريبا منتصف القرن السابع وحتى منتصف القرن الثالث عشر، كان للعلماء المسلمين إسهامات كبيرة في علم الرياضيات وعلم الجبر، وكان الخوارزمي أحد أبرز علماء المسلمين الذين ساهموا في شرح وتطوير علم الجبر، حيث ألف كتبا كثيرة منها وأهمها الجبر والمقابلة، وطور طرقا سريعة لمضاعفة الأرقام وقسمتها، وإليه نسب أيضا اختراع الصفر كما تحدثنا سابقا.